كذلك من أعمال البر الأعمال ومن أعمال الصالحة عمل سهل جدا لمن وفقه الله تعالى للقيام به، عمل جميل جدا وسهل، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. لا داير وضوء، لا داير غسل، لا داير نص الليل صحيت في سريرك ممكن تذكر الله سبحانه وتعالى، كمان كان قمت توضيت ركعتين ودعيت الله كويس جدا، فتذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في سنن أبي داود وذكره الألباني أيضا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. شوف الكلام ده يا جماعة، خمس حاجات ذكر. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله تعالى. شوف الكلام ده، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ما تكلفك أي شيء وأجر كبير جدا. شكذي معاذ رضي الله عنه لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يحبه قال: لا تدع دبر كل صلاة، ولا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مع أنه عبادة سهلة لما وفقه الله تعالى، لكن برضو دائرة إعانة، لا نزول تلقى ساعة منتظر له حاجة ما يقدر يقول سبحان الله، ساعة بس قاعد. واحد تلقى شغال في الهدف قاعد ساعتين ثلاثة ساعات أربع ساعات لفت، بس لازم تلفت مالك يا. سبح الله تعالى ولا كيف يا جماعة؟ واحدين في المواصلات يقعدوا يعاين في الزركشة بتاعت الحافلة وتلفت لليافطات ويعاين بيجاي وإلى آخره. الناس ذاتها غريبة، أستي أمشي سوق العربي انشغلوا بحاجات ما فيها فائدة إلا من رحم الله. لو كيس ترمز بس لقوا جواه ضبانة لافة دقست وربطوا الترمز جوا، واحد كورة قال ترمز فيه ضبانة، اثنين بيجوا وثلاثة وتلموا وناس دارين يطلعوا فوق الناس، في شنو يا أخي ترمز فيه ضبانة في شنو؟ ما تسبحوا الله تعالى ولا كيف؟ وناس وإلى الله المشتكى. فالناس تحافظ على الوقت، تذكر الله سبحانه وتعالى وتجتهد من العبادات، وعبادات كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.